بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعلم الشباب ازاي يرمي الصنارة. صنارة الترميلة بتاعتها سهلة جدا، يعني مش محتاجة اللي انت مثلا يعني تقول لحد عامل لوش ولا الكلام ده. بص يا شباب، ده الشعر الكريستال، شعر جميل جدا، عارف اللي هو الرمادي في بني، شعرها في منتهى الجمال. ده بملى بها اللي هو الحلة بتاعت المكن، بتاخد مثلا 100 متر شعر وبملى بها، يعني بتشتغل معاه ممكن تقعد معاه طول السنة، يعني مثلا طول الموسم أفضل بنفس الشعر هو تمام، ما بتتأثرش يعني بالمية، مالحة كويسة يعني ما بتشطش. بص يا شباب، دي أول رابطة هربطها لكم اهي، دي الصندل اللي هو الأربعة ملوي، صندل ممتازة جدا بحلقة، حلقة وحربتين وراجع، يعني ما شاء الله صندل جميلة جدا. خلينا في الرابطة. بص يا شباب، انت هتيجي تقوم مدخل الشعر في الحلقة تمام، وهتقوم واخد لفة كده لفة تمام، الطرف ده هتلفه مثلا ايه 7-8 مرات بسرعة كده ايه، ما انت لو مثلا في سمك ومثلا الشعر قطع منك، فانت ايه بتبقى عاوز ايه تلحق، هي تبقى ارزاق بس برضه ايه عاوز تعمل اللي عليك وبيه بالظبط. تقوم مدخلها فين في الحلقة وبتسحب. بصينا يا شباب باينة جميلة جدا، الربطة سهلة وبص وجميلة. الربطة ديت الصنار ممكن يقطم، الربطة دي متقطعش تمام. بصوا يا شباب، دي الربطة التانية، الربطة التانية برضو أسهل منها. تيجي هنا برضو بتدخل نفس الحلقة، انت ممكن ترميها عادية بس انا بجيب لك ايه اللي هو السهل. تيجي هنا بجوز اهو، تلف الطرف ده خمسة على الشعر تمام، تبدأ تلف مثلا ايه 5 مرات 6 مرات بص هنا انت بتلف يا. بص بعد ما تقوم ايه رابط تمام، بتقوم انت ساحب كده، بتقوم مع الشعر. لو انت جدع اقطعها، انا بقول لك لو انت جدع اقطعها. بص يا شباب بتبقى عامله ازاي واقفه تمام. يبقى دي اول ترميله اهي، والترميله التانيه اهي، الفرق ايه؟ ربطتين جمال جدا، يعني اللي مثلا اي حد لسه بيبتدي هيعرف يعملهم، ومش هيقول لحد مثلا تعالى اعمل لي وش والكلام دوت. وربنا يرزقكم ان شاء الله، استنوا فيديو جديد. السلام عليكم.